ختمنا مباراة جيدة وخلقنا فرصا عديدة وبفعل جاب. جميل جدا أننا لم نستقبل أي هدف، نحن جد سعداء. على مستوى الأداء كانت هذه المباراة أفضل من المباراة السابقة، وتبقى جزئيات يجب التركيز عليها. الفوز بخمسة أهداف دون رد نتيجة ليست سهلة، والمنافس سيواجهنا بشعار عدم السقوط من جديد في المواجهة المقبلة.